بيّن قائد عمليات كربلاء المقدسة علي الهاشمي أن خطة الزيارة الشعبانية لا تتضمن أي قطوعات مرورية، مشيرا إلى أن القيادات الأمنية وضعت خطة أمنية شاملة لتأمين الحماية اللازمة لهذه المناسبة. وضعت قيادة عمليات كربلاء المقدسة والقطاعات الملحقة بها من قيادة الشرطة وقيادة هيئة الحشد الشعبي والدوائر الأمنية الاستخباراتية وطيران الجيش والقوات الجوية وضعت خطة أمنية شاملة بمناسبة زيارة النصف من شعبان إن شاء الله. هذه الخطة الأمنية سبقتها عمليات استباقية. هذه العمليات تشمل جميع قطاع المسؤولية من الشمال والجنوب والشرق والغرب إلى منفذ عرعر الحدودي. اشتركت في هذه القطاعات تشكيلات من الجيش وتشكيلات من قيادة الشرطة وكذلك تشكيلات من هيئة الحشد الشعبي وكذلك تشكيلات من طيران الجيش. نفذت الخطة بوقت مبكر وستنتهي الخطة إن شاء الله بعد الزيارة إن شاء الله. جميع القوات الأمنية حيطة وحذر وانتباه شديد وعملياتنا الاستباقية مستمرة لنهاية الزيارة والتنسيق العالي مع العتبات المقدسة والحكومة المحلية.